ازيكم يا شباب؟ النهارده هنشرح الديس الجوريزم. تمام، الديس الجوريزم الديس الجوريزم ده شغال بطريقه البلوك سايفر. شغال بطريقه البلوك سايفر. يعني ايه البلوك سايفر؟ يعني انا باخد شانك من الداتا او بلوك من الداتا للينس معين، تمام، وبعد كده بيخش على الالجوريزم بتاعي، تمام، اللي هو مثلا الديس بتاعنا، تمام، يطلع لنا سايفر بلوك نفس اللينس بتاع البلين تكست باستخدام كي. وعشان اقدر احول من انكريبشن لديكريبشن بستخدم الايه؟ نفس الكي. تمام، نيجي بقى هنا للديس. الديس شغال ازاي؟ زي ما احنا قلنا، احنا هو بلوك سايفر، يعني بياخد داتا حجمها 64 بت، تمام، يطلع لي سايفر تكست حجمه 64 بت عن طريق 56 بت كي. تمام، طب ليه احنا بناخد الكي بتاعنا 64؟ 64 بت ده عشان في 8 بت منهم باريتي تشيك، وال 56 ده الكي بتاعي. طب ازاي يعني؟ هنقول ازاي. هنا مثلا هنعتبر دي الكي بتاعي اللي جاي، تمام، الكي ده اول، ده الكي بتاعي، واخر واحد ده الباريتي تشيك بتاعي. يعني لو الكي بتاعي ال 64 بت ده كله في منهم 8 دولت باريتي تشيك، والباقي 56 هو الكي بتاعي. تمام، ده كان ايه؟ الجزء اللي هو بتاع الكي. تمام، يبقى انا بستخدم استخدام الكي ده، تمام، والداتا بتاعتي اقدر اطلع البلوك سايفر بتاعي. تمام، ايه هو الديس شغال ازاي؟ عن طريق طريقين، يعني بمشي في طريقين. اول طريق منهم اللي انا بعمل جنريت ل 16 سب كي من الكي بتاعي الاساسي، بطلع 16 سب كي، وبعد ما بطلع 16 سب كي دول ببتدي اخش على ده كده الشغل على كي خلص، ببتدي اشتغل على الداتا بتاعتي او الرساله اللي انا عاوز اشفرها، تمام، اللي هي ال 64 بت ايه داتا. وليها برضو ايه الطريقه بتاعتها. احنا دلوقتي هنمشي خطوه خطوه في العمليتين دول. اول خطوه هنمشي هنطلع ال 64 بناخد من ال 64 بت كي دول ونطلعهم 16 سب كي. تمام، دي برضو العملية اللي احنا هنمشي عليها. بعد ما نطلع ال 16 سب كي بنبتدي نمشي 16 راوند في الداتا عشان نطلعهم. ده شكل تاني ايه للرسمة اللي فاتت. برضو نيجي هنا بنجنريت الكي ازاي. نمشي واحدة واحدة وفي الاخر هنفهمهم براحة. يعني اول حاجة بيبقى عندنا الكي بتاعي اللي هو ده، الكي ده 64 بت، يعني 64 زيرو وانز، تمام، وبطلع منه في الاخر بعد البرميتيشن بطلع منه 56 بت برميتيشن. يعني ايه برميتيشن؟ الاول برميتيشن دي الماتريكس اللي عندي دي مثلا مكتوبه 57 49 كده، تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي ده الكي بتاعي مثلا، تمام، او الانبوت بتاعي، بدخله على الماتريكس، تمام، بتاعت اللي هي البرميتيشن ماتريكس دي، يطلع لي نفس الكي ده بس متلخبط، يعني الترتيب بتاعهم متلخبط. بمثلا يعني مثلا يعتبر الماتريكس بتاعتي هنا دي اولها 22 20 وبعد كده 6 وبعد كده 13 كده. فانا باخد اول مكان هو 22، تاني مكان هو ال 6، تالت مكان هو ال 13. تمام، ده نفس اللي حصل مع الكي ده. طب حد هيسالني، طب هو مش 64 بت ليه طلع 56؟ احنا قلنا عندنا في اخر كل 8 بت اول 7 دي الداتا واخر داتا دي هي الباريتي تشيك. تمام، حد هيقول لي يعني ايه باريتي تشيك؟ تمام، باريتي تشيك يعني انا مثلا دي الداتا بتاعتي اللي هي 0 3 0 1 0 0 1، تمام، دولت فيهم 2 1 بس، انا عاوز الباريتي تشيك دي تخلي لي عدد الونات اللي موجوده فردي، يعني اود باريتي. تمام، فانا حطيت هنا واحد في الاخر عشان يبقى عدد الوانز اللي هنا في قلب اول داتا دي يبقى بفردي. طب التاني واحد انا ليه بصفر هنا؟ لان عدد الوانز اللي هنا في قلب الداتا دي فردي كده كده، فمش محتاج ازود واحد. فانا بحط واحد لما اكون محتاج اعمل ايه؟ اخلي عدد الوانز اللي هنا فردي. تمام، نيجي هنا البرميتيشن. احنا قلنا هنشيل دول، طب احنا هنشيلهم وبعد كده نرقم، ولا نرقم الاول وبعد كده نشيلهم عشان نشتغل على الماتريكس دي؟ الماتريكس دي فيها كام؟ فيها 56، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7، 7 في 8 ب 56،
يعني في الاخر بعد ما مشي البرميتيشن دي على الكي يطلع 56. طب حد هيسأل ازاي؟ برضه هنقول احنا لو بصينا في الماتريكس دي مش هنلاقي فيهم الاندكس بتاعه. يعني احنا لو رقمنا واحد هنا لغايه 8 وهنا برضه من 9 لغايه 16، هنلاقي ال 8 وال 16 وال 32 وال او ال 24 وال 32 مش موجودين هنا. ليه؟ لان دولت انا مش بستخدمهم. هتلاقي هنا رقم الاول وبعد كده هيستخدم دي عليه. يعني برضو عشان ما فيش حد يتلخبط ما تشيلش حاجه، خلي الكي زي ما هو ورقمه كله وامشي. هاخد الرقم 57 اللي هي الصفر الواحد معايا مثلا، 57 اللي هي الواحد عشان ده تقريبا بيبتدي من الصفر وهكذا، تمام؟ فيبتدي يمشي عليهم واحده واحده. الخانه رقم 57 ياخدها معايا في الاول، الخانه رقم 49 ياخدها معايا بعد كده وهكذا. هيفضل يمشي يمشي ويطلع لي في الاخر 56 بت بالميوتيشن، تمام؟ بس احنا كده طلعنا الكي الاول، عملنا عليه اول عمليه، تمام، عشان نطلع ال 56 بت كي. يبقى ده اللي انا هشتغل بيه، تمام؟ وعرفنا يعني ايه بالميوتيشن، تمام، او انا بدل الاماكن بتاعته ازاي. نيجي هنا، انا دلوقتي هبتدي في مرحله عاوز اطلع 16 سب كي. يبقى انا هاخد الكي بتاعي بعد ما عملت عليه بالميوتيشن، تمام، يعني ده بعد ما دخل على البي سي 1، تمام، هنقسمه جزئين، تمام، لغاية هنا كده. دي هنسميها سي زيرو ودي دي زيرو، تمام. السي زيرو زي ما احنا شايفين دولت والدي زيرو دول، هنبتدي نعمل عليهم شوية عمليات، لان من خلال السي زيرو والدي زيرو اللي هيطلع لنا او السي والدي اللي هيطلع لنا في الاخر دولت اللي هنطلع منهم الكي. يبقى احنا كده عشان ما نتلخبطش، انا دلوقتي في اول مرحله خالص في الكي، في الجنريت الكيس، باخد الكي الاساسي اللي هو جاي لي اللي هو 64 بت، بعديه على البرميتيشن ماتريكس اللي انا باخد بحوله بغير ترتيبهم وبشيل منهم ال 8 بت بتوع الباريتي، بيطلع منهم 56 بت برميتيشن. الكي ده اللي انا بستخدمه ال 56 بت، تمام. بعد كده بقسم الكي بتاعي نصين، نص اللي هو اسمه السي زيرو والنص الثاني الدي زيرو. دلوقتي اللي هنبتدي نشتغل عليهم، تمام. انا هبتدي اشتغل عليهم ازاي؟ نركز هنا الاتريشن، هنعمل عليهم 16 اتريشن، السي 0 دي 0 16 اتريشن. كل اتريشن بنعمل شيفت ليفت، يعني بعمل شيفت كده للحاجه دي ليفت، تمام. 16 اتريشن، كل اتريشن ليها عدد معين من الشيفت، كلهم 2 ما عدا 1 و2 و9 و16، دولت الوحيدين الاتريشن دي اللي انا ببقى موجود فيها بعمل فيها شيفت مره واحده، وهشوفهم ازاي دلوقتي وانا بعمله، لكن الباقي بعمل شيفت باثنين. نيجي هنا مثلا لو نقرب كده شويه، نيجي هنا مثلا ده السي 0 والدي 0. اول اتريشن همشي بيها ازاي؟ انا عندي الداتا اهي، انا هعمل بنقول هنعمل شيفت ليفت، وعندنا رقم واحد هنمشي فيها ليفت مره واحده، او عدد الشيفت اللي انا اعمله واحد بس، تمام. فانا هنا ازاي؟ هي هتلاقي هنا عندنا كام؟ اربع وحيد، تمام. فانا هاخد اول واحد ده هعمله شيفت ليفت، يعني هزق الداتا دي كلها كده، تمام، اكني حطيتهم في حاجه، في زي ما يكون ملفوفه كده او كانها اسطوان، فما الف لفه واحده الواحد ده هيرجع ورا. فهنا يبقى عندي الثلاثه دولت، هنشوف الاربعه دولت كده، بقوا الثلاثه هنا والواحد ده رجع ورا، ودولت كانوا اربعه هنا بقوا خمسه، تمام. يعني انا زقيت الواحد ده كده، وبرده الدي زيرو نفس الكلام، الصفر ده هيرجع ورا اللي هو ده بقى ده، وبقى هنا في الاول واحد زيرو واحد اللي هو زي ده، تمام، وده كان اربع وحايد هيبقوا جنبهم زيرو، تمام. ده انا عملت شيفت مره واحده. طب الايتريشن الثانيه، الايتريشن الثانيه برده نفس الكلام، واحد مش زيرو. فالايتريشن الثانيه نفس الكلام، هنزقها ايه؟ مره واحده من ثواني اهو سي 1 لسي 2، هنعمل شيفت ليفت بقيمه مره واحده برضو، يعني بعمله شيفت بقيمه واحد. فهجي شيفت هنا هيبقى 1 1 والواحد ده هيرجع ورا هنا، تمام، وهنا 1 0 1 هعمله مره واحده وكذا. طب من سي 2 بقى، سي 2 لسي 3، بس انا كده 1 و2 بيبقوا شيفت مره واحده، سي 3 هتبقى شيفت مرتين. فانا الواحد والواحد ده هيرجع ورا هنا، ويبقى مفيش هنا واحد، ويبقى فضل الاربع اصفار اللي دولت بس، تمام،
والواحد ده رجع ورا، الاتنين دولت رجع ورا، وهنا واحد والصفر دولت هيرجع ورا بقوا هنا، ودولت بقوا هنا، تمام. كل مرة بقى كده، ادي برضو الصفرين هيفضل لي 0 0 1 اللي هو ده، والصفرين رجعوا ورا هنا، تمام، وهكذا بقى. يبقى انا هنا، خلينا نرجعها تاني حجمها الطبيعي. يبقى انا هنا هطلع 16 سي ودي، هطلع كام؟ 16 سي ودي، دولت اللي انا هستخدمهم عشان اقدر اطلع بيهم ال 16 سب كي بتوعي، تمام. يبقى انا هنا تاني نرجع بسرعه كده، بعد ما طلعت 56 بت الكي بتاعي اللي انا دخلته على البي سي 1، الكي الاساسي اللي دخلته على البي سي 1، طلعت 56 بت بيرميتيشن، قسمتهم جزئين، جزء سي 0 وجزء دي 0 او دي 0، تمام. وبعد كده بعمل عليهم 16 اتريشن او 16 بعمل بيهم ليفت شيفت، تمام. كل اتريشن ليها عدد معين من الشيفت بعمله، عندنا الاربعه دولت بس بعمل شيفت مره واحده، والباقي كله اثنين، واحد واثنين وتسعه وستاشر بعمل شيفت مره واحده والباقي اثنين، تمام. نيجي هنا كل مره بعمل شيفت زي السي زيرو بيبقى مره واحده وبعمل لها شيفت. يبقى انا كده طلعت 16 الايه سي ودي، تمام. نيجي بعد كده هناخد، مش احنا بقى عندنا سي ودي، هناخد كل اتنين ونحطهم جنب بعض، مش انا كنت فوق في الكي براحة في الكي هنا خدتهم وقسمتهم، لا، بعد ما اخلص، بعد ما اطلع 16 سي ودي بتاعتي هرجعهم تاني جنب بعض، كل واحدة من دولت هنقل بقى الجزء ده هنا، تمام. هنا اهو خدنا السي ودي جنب بعض وعملنا مجموعة داتا جنب بعض كده، هندخلهم على ماتريكس بتعمل بريميتيشن برضه، او هنبدل اماكنهم عن طريق الماتريكس دي اسمها البي سي 2، تمام. يعني هنا خدنا رقم 14، تمام، هنحطها هنا، دي مثلا 7 14 اللي هي صفر في الاول اهو، وهكذا 17 اللي بعده، وبعد كده 11، وبعد كده 24، وبعد كده 1، وهكذا. اقعد اعمل كده، كده انا طلعت الكي الاول بتاعي. كل سي ودي بقى من دولت هحطهم جنب بعض، يعني عاوز اطلع كي 2، فهحط الدي 2 جنب سي او 2، تمام، وادخله على البي سي 2 هيطلع لي الكي 2. يبقى انا كده طلعت 16 سب كي بتاعي. يبقى اول مرحله خلصت اللي انا عملت 16 سب كي. بسرعه برضو نشوفهم ال 16 سب كي طلعوا ازاي تاني. قلنا جالنا الكي بتاعنا اللي هو 64 بت، دخلناه على البي سي 1 طلع لي 56 بت بريميتيشن، الكي اللي انا هستخدمه بعد كده عشان اطلع 16 سب كي، تمام. وقلنا يعني ايه بريميتيشن هنا، اللي احنا نبدل اماكنهم. بعد ما خدنا 56 بت بريميتيشن دولت قسمناه نصين، جزء اسمه سي 0 وجزء اسمه دي 0، تمام. وكل سي 0 ودي 0 هنمشي عليهم 16 اتريشن، هنمشي عليهم ايه 16 اتريشن، كل اتريشن منهم هعمل فيهم ليفت شيفت. ليفت شيفت دي ليها عدد معين من الشيفت، يعني مثلا الاتريشن رقم 1 هيبقى مره واحده بس هعمل شيفت ليفت، واثنين وهكذا، تمام. بعد ما هعمل شيفت ليفت على سي 0 دي 0 هيطلع لي سي 1 دي 1، هشتغل عليها برضو اتريشن، مش على سي 0 لا، على سي 1 دي 1، وهرجع اخلص لغايه لما اطلع 16 سي ودي، تمام. بعد كده هاخد كل سي ودي، انا عاوز مثلا بقى اطلع 16 سب كي بتوعي، فهاخد سي 1 ودي 1 عشان اطلع كي 1، احطهم جنب بعض وفي الاخر ادخلهم على البي سي 2، ده هيطلع لي الكي 1، وهكذا. عاوز كي 15 فهاخد سي 15 ودي 15 ادخلهم على البي سي 2 يطلع لي كي 15، وطلعنا ال 16 سب كي بتوعنا. وهنبتدي نشتغل على الداتا. هنبتدي نشتغل على الداتا ازاي؟ احنا كده بقى تخلصنا ال 16 سب كي، هنقسمهم واحده واحده بقى. احنا بناخد الداتا بتاعتنا في الاول، هقولهم كده الخطوات اللي احنا هنمشي بيها، وبعد كده ونشوف هنعملهم ازاي. هناخد ال 16 ال 64 بت الداتا بتاعتي او البلوك بتاعي اللي انا هستخدمه، وهدخله برضه على، انا هعمل له انيشال بيرميتيشن، هدخله على ماتريكس يتعمل له انيشال بيرميتيشن، يعني هلخبط ترتيبهم، واقسمهم برضه لجزئين، جزء ال L0 وجزء
ال R 0 وابتدي اشتغل على دولت 16 iteration برضو او 16 راوند عشان اطلع الاخر السايفر تكست بتاعه. نشوفهم واحدة واحدة. اول حاجة عندي البلين تكست بتاعي اللي هو الام، البلين تكست بتاعي اللي هو الايه الام، ده المسج بتاعتي اللي انا عاوز اشفرها، تمام. هدخلها على الانيشال بيرميتيشن ماتريكس اللي هي الاي بي، تمام. الانيشال بيرميتيشن ماتريكس دي بعد ما اعمل على على المسج دي هيطلع لي بالشكل ده اللي هو هينلخبط ترتيب 58 وبعد كده 50 وهكذا، لان طلعت الداتا الجديده بتاعتي. وبعد كده هبتدي اقسم الداتا دي لجزئين، جزء اسمه ال0 وجزء اسمه ار0، تمام. دولت اللي هبتدي بيهم او دولت الانيشال بتوعي اللي انا هبتدي بيهم لل 16 راوند، زي سي 0 ودي 0 اللي احنا اشتغلنا بيهم في الكيس دي، برضو ال0 والار0 اللي احنا هنشتغل بيهم على الداتا، تمام. دي كل راوند احنا قلنا هنا بنمشي كل كذا راوند 16 راوند، تمام. طب الراوند دي بيحصل فيها ايه؟ انا عاوز اوصل من ال0 تمام والار0 لل1 وار1، تمام. هنا الار0 ال ال1 على طول هنا بيقول لك ال ان بلس 1 يعني ال مثلا 1 هتساوي الار ان، يعني الار1 دي بتساوي ار0 على طول. يبقى كده احنا خلصنا ال ال وجبنا ال ال1. الار1 بقى دي اللي بيبقى فيها الشغل شويه، هقولها بسرعه كده دلوقت وهنمشيها خطوه خطوه وهوضحها في الاخر برضه. هنا الار0 اول حاجه دي 32 بت، وانا محتاج اخد الكي بتاعي، مش احنا قلنا الكي ده بنطلعهم الاول عشان نشتغل بيهم، انا هحتاج الكي هنا، فعشان كده احنا طلعنا الكيس في الاول. 32 بت انا محتاج اعمل اكس اور تمام مع الكي بتاعي مع الار 0. طب الار 0 32 بت والكي بتاعي 48 بت، فهعمل له اكسبانشن عن طريق بريميتيشن ماتريكس برضو، او هقول لكم طريقه ازاي نعملها برضو بدل الماتريكس. وبعد ما اكبره هيبقى الار 0 ده 48 بت، هعمل لي اكس اور مع الكي وهيطلع لي 48 بت. هندخلهم ال 48 بت اللي طلعوا لي دولت على الاس بوكس واعمل له بريميتيشن، هيطلع لي 32 بت. اخده اكس اور مع ال0 هيطلع لي الار1، تمام. الخطوات دي هنمشيها واحده واحده ونشوفها بتتعمل ازاي. اول حاجه انا دلوقتي دي ما فيهاش مشكله اللي هي ال1 هتساوي ار0 على طول. نيجي بقى هنا، انا الار0 اللي عندي دي حجمها 32، تمام. انا عاوز اعمل ايه؟ 32 دولت انا عاوز اوصلهم ل 48، يعني الار بتاعتي 32 انا عاوز اخليها 48. في طريقتين اعمل بيهم الموضوع ده. اول طريقه اللي انا ادخلها على الاي بيت سيلكشن تيبل، تمام. التيبل ده اللي انا اقدر اعمل بيه اكسباند، باخد 32 الخانه رقم 32 الاول، وبعد كده 1، وبعد كده 2 3 4 5، وبعد كده 4 5 6. طب بعد ما اعمل الماتريكس دي هيطلع لي ال 48. طب انا مش عندي الماتريكس دي او مش معايا عاوز اطلع ال 48. هي ببساطة اللي انا مثلا عندي الاربعة بت دول، انا بقسم الار زيرو بتاعتي اربعة اربعة اربعة، تمام. باخد اربعة وابتدي اخد خانة من اللي قبلية وخانة من اللي بعدية. طب هنا اللي بعديه مين؟ اللي هو اخر خانة. فهنا انا اربع وحايد، هياخد من اللي بعديه خانة في الاول اللي هو صفر اللي هي وبعد كده من اللي قبليه خانة اللي هي صفر، وده يبقى اول ستة بت بتوعي. واللي بعديهم هنمشي نفس الطريقة، الاربع اصفار دول هتاخد خانة من اللي بعديها اللي هي واحد وخانة من اللي قبليها اللي هي واحد، والداتا بتاعتها زي ما هي وهكذا. والماتريكس دي بتعمل كده برضه، يعني هي 32 هيخدنا اخر واحد، وبعد كده 1 2 3 4 و5، تمام. وخدنا ايه كده؟ خدنا اللي قبليه، وبعد كده 4 5 6 خدنا من اللي بعديه واللي قبليه. هي الماتريكس بتعمل كده او الطريقة بتعمل كده، يعني دي ما جبتهاش من عندي، يعني دي من الماتريكس نفسها، تمام. بعد ما انا عملته اكسبانشن هبتدي ادخله اعمل له اكس اور مع الكي واحد. دي بقى اسمها المانجولار فانكشن، يعني الجزء البلوك ده اسمه اللي هو من اول هنا لغايه هنا اسمه المانجولار فانكشن. يبقى انا بعمل
اكس اور مع ال ال ومع المانجولار فانكشن. المانجولار فانكشن دي بتعامل جواها مع الار والكي اللي هو الار 0 والكي 1 اللي جاي لي. تمام. طب المانجولار فانكشن دي جواها بس حاجه واحده، انا بعمل اكس اور ما بين الار والكي وفي الاخر بعمل لهم بيرميتيشن. تمام. وفي الاخر يطلع لي 32، يعني ياخد 32 المانجولار فانكشن تاخد الار 0 32 تطلع لي ناتج في الاخر 32. تمام. فده اللي احنا بنحاول نعمله. انا عشان اقدر اعمل اكس اور مع الكي واحد، الكي واحد حجمه 48. تمام. فهعمله اكس اور مع الار 0، الار 0 قلنا ما تجي 32 فخليناها 48 عن طريق اللي احنا عملنا لها اكسبانشن عن الاي بيت سيلكشن. تمام. وبعد كده عملنا ناتج الاكس اور، الاكس اور بتاعي الناتج بتاعه 48 بت. تمام. بعد كده هندخل خانه خانه على حاجه اسمها الاس بوكس، على حاجه اسمها الايه الاس بوكس. كل اس بوكس ليه خانه معينه، يعني هنا ده الاس بوكس 1 وده الاس بوكس 2 وهكذا لغايه الاخر، زي ما هو هنا عامل هنا اس بوكس 1 للبلوك 1، اس بوكس 2 للبلوك 2. هو بياخدوا 6 بت ويطلعوا لي 4. لو نفتكر هنا كان بياخد، كنا في الاكسبانشن بناخد 4 ويطلع لنا 6، لا انا هنا باخد ال 6 واطلع لي 4، بعمل ريديوس للداتا. تمام. طب الاس بوكس شغال ازاي؟ طب نعرف الاس بوكس شغال ازاي؟ الاس بوكس بياخد، الاس بوكس دي عباره عن ماتريكس بتاعتي. تمام. ماتريكس بتاعتي باخد اول اندكس بتاعي، يعني مثلا ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اول خانه مثلا اللي هو 6 بت ده اللي هو ده. تمام. هناخد اول واحد واخر واحد ك ده رقم الرو بتاعي، والاربعه اللي في النص ده رقم الكول. تمام. وفي الاخر ده الناتج اللي هو الاس بوكس الناتج او المكان اللي انا اخترته ده فيه 4 بت، هو ده اللي انا باخده. طب اهو انا دلوقتي انا اعتبر ده ونشوفه ده صح ولا غلط، الناتج بتاعه صح ولا غلط. عندي 0 1 1 0 0 0. تمام. 0 1 1 0 0 0 بيبقى ناخد اول اثنين ده صفر والناتج بتاعها 1 1 1 0 0 في الكولوم بتاعه هيطلع لنا 0 1 0 1. طب برضو عايزين نتعلم مثال مثلا عندنا الانبوت ده، على اعتبر ده الانبوت بتاعي او ده في المسج بتاعتي 0 1 1 0 1 1. فانا هعمل ايه؟ هاخد اول قيمه واخر قيمه، ده اللي هو بتاعي، يعني ده 0 1 ادي اول حاجه عملناها. تاني حاجه هاخد اول اربعه في النص، ده كان رقم الكولوم بتاعي اللي هو 1 1 0 1، ادي 1 1 0 1 اهو. تمام. هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا هنا 1 0 0 1، يبقى ده الناتج بتاعي اللي انا هكتبه الجديد. يبقى الناتج ده مع الاس بوكس ده هيطلع لي الناتج ده، يعني 0 1 1 0 1 1 هيطلع لي 1 0 0 1. تمام. وده الاس بوكس باختصار. هناخد كل بلوك معاه اس بوكس خاص بيه، يعني عندي 8 اس بوكس. تمام. كل اس بوكس هندخله على الداتا بتاعته ويطلع لنا رقم مختلف. يبقى انا كده طلعت 32 بت. تمام. بعد ال 32 بت اللي طلعوا دولت او الاس بوكس اللي الناتج اللي كان معانا هناك، تمام، هعمل عليهم ايه؟ هنعمل عليهم بيرميتيشن اللي برضه هنلخبطهم، هنلخبط ترتيبهم، مش هنقلل حجمهم ولا حاجه، لا هنلخبط ترتيبهم بس. تمام. في الاخر هيطلع لنا ده الناتج من الاس بوكس. تمام. او ده الناتج المانجولار فانكشن. تمام. بعد كده لما نطلع الناتج ده هنعمل له اكس اور مع ال 0 هيدينا الار 1. تمام. نيجي بقى نشوفها تاني، هنقولها هنا على الرسمه اللي فاتت وبعد كده هنقولها بالرسمه اللي هنجيبها دلوقتي عشان اطلع اول راوند او عشان انفذ اول راوند. بعمل ايه؟ ال L0 وال R0، ال L عشان اطلع L1 و R1، ال L1 بتساوي R0 على طول. تمام. طب عشان اطلع ال R1 اعمل ايه؟ قلنا هندخل ال L0 ال R0 على هنعمل لها اكسبانشن تبقى 48 بت، هنعمل لها اكس اور مع الكي بتاعها اللي هو كي 1 عشان احنا في راوند 1، والناتج اللي هيطلع يبقى 48 بت. تمام. عايزين يبقى 32 هندخله على الاس بوكس هيطلع لنا 32 بت، هنعمل لها بيرميتيشن هنلخبط اماكنهم هيطلع لنا برضو 32 بت.
نعمل لهم اكس اور مع ال زيرو يطلع لنا الاروع. هنشوفها بشكل مفصل. هنا دي انا دخلالي دي اللي هي الار زيرو عبارة عن كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 × 4 ب 32 بت، تمام؟ ده بدخله على ال اي بت سيلكشن او انا اللي بعمل له اكسبانشن، هيطلع لي 8 × 6 ب 48 بت. هعمل لهم اكس اور مع الكي، ده الكي، كي بتاعي كي واحد، تمام؟ بعد الاكس اور اللي انا عملته، كل ناتج من الاكس اور او كل بلوك مع بلوك هيطلع لي ناتج، هدخله على الاس بوكس هيطلع لي 4 بت، يبقى الستة اللي هيطلعوا 4، تمام؟ وهيعمل كده مع كل ناتج يطلع، يبقى انا طلعت برضه ب 32 بت، تمام؟ هعمل لهم بيرميتيشن رغبتهم، والناتج بتاعها هيعمل له اكس اور مع ال 0، تمام؟ ويطلع لي ال ار 1. ده كان المانجلر فانكشن شغاله ازاي وبنعملها ازاي في الرام، تمام؟ لو اتلخبطتوا عيدوا بس تاني وهتفهموها يعني. في الاخر انا وصلت ل L16 و R16 او نهاية الراوند الاخيرة بتاعتي. طب هعمل ايه بقى بعد كده؟ لا انا كده خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. انا هعمل الخبطهم مع بعض، هعمل سواب ما بينهم، تمام؟ اخلي هنا ال R وهنا ال L، فهنا دي هتبقى مثلا دي ال R ودي ال L، او هو هنا كاتبهم كده بس هو مبدل الداتا بتاعها. وبعد كده ادخلهم على بيرميتيشن تاني، هلخبطهم تاني، تمام؟ عن طريق ال اي بي ماينس 1 دي، تمام؟ وهيطلع لي السايفر تكست. يبقى انا خدت ال L16 وال R16، هحط ال R16 في الاول اللي هم دولت، وبعد كده ال L16 بعديه، والناتج ده هعمل له بيرميتيشن عن طريق ال اي بي ماينس 1، تمام؟ وده السايفر تكست بتاعي. يبقى المسج اللي دخلت لي 64 والسايفر اللي طلع لي 64، تمام؟ وده الناتج في الاخر اللي هو الام وادي الكي بتاعي وهيطلع لي السايفر. هقول من الاول كده بسرعه، احنا بنعمل ايه؟ الديس شغال ازاي؟ بناخد الكي بتاعنا 64 بت، نطلع منه 16 سب كي، تمام؟ وبعد كده بناخد الداتا اللي انا عاوز اشفرها، بدخلها على انيشال بيرميتيشن، تمام؟ انيشال بيرميتيشن دي بعديها هقسم الداتا بتاعتي نصين، نص اسمه ال 0 ونص اسمه ار 0. هبتدي اخد ال 0 وال ار 0 وهنشتغل 16 راوند، كل راوند فيها حاجه اسمها مانجلر فانكشن، تمام؟ نجيب المانجلر فانكشن. المانجلر فانكشن دي شغاله ازاي؟ بشغاله عن طريق انا محتاج اطلع ال L وال R في الراوند اللي بعديه، فانا هاخد ال R 0 او ال R في دي بتساوي ال L N بلس 1، تمام؟ فانا هطلع L 1 مثلا بتساوي R 0 على طول، دي كده خلصناها. ال R 1 بقى بناخد ال R 0 نعمل لها اكسبانشن، نشوفها بصوره اوضح. بناخد ال R 0 اللي هي دي بنعمل لها اكسبانشن، بدل 32 لا هتبقى 64، وهنعمل لها اكس اور مع الكي اللي هو اسمه ايه؟ كي واحد، تمام؟ والناتج اللي هيطلع هناخد كل بلوك فيه اللي هو 666 ندخله على اس بوكس بتاعه ويطلع لي 4 بت، يعني ياخد 6 بت ويطلع لي 4 بت، تمام؟ وفي الاخر يطلع هنعمل له بريميتيشن، وبعد كده نعمل له اكس اور مع ال L، نعمل له اكس اور مع ال L 0، وفي الاخر هيطلع لنا ال R 1. بعد ما نخلص ونطلع الناتج ده، تمام؟ هيبقى عندنا ال 1 ال 16 و R 16 بعد ما نخلص كل راوند. هنبدلهم وبعد كده ندخلهم على بيرميتيشن اللي هي اسمها اي بي ماينس 1، ويطلع لي في الاخر السايفر مسج دي بتاعتي، تمام؟ وكده ده شرح الدس. لو ما فهمتش الجزء حاول تعيد الجزء ده، انا عيدته اكتر من مره. ولو قلت انا حاجه غلط تكتب لي كومنت على الفيديو. بالتوفيق.